مجهودات ذاتية يقوم بها شباب منظمة العوينات للإنماء لصيانة محطة المياه الصالحة للشرب الوحيدة في المنطقة، والتي على الرغم من وفرة المياه الجوفية فيها إلا أنها غير صالحة للشرب. حاليا تو مضطرين أن الفترة الجاية ممكن توقف نظرا لعدم توفر الفلاتر، فنرجو من رجال الأعمال والليالي الخيرة الطيبة التعاون معنا لتوفير الفلاتر باش ما نوقفوش مية للناس. وبارك الله فيكم لكل من مد يد العون في توفير الخزانات والقربة متاع مية وزيادة كمية سعة المياه الحلوة. ولله الحمد الآن المحطة ما وصلتش لأقصى قدرتها الإنتاجية، لحد الآن قاعدة تنتج 4000 لتر. بفعل الخيرين تمكن شباب منظمة العوينات للإنماء من زيادة سعة المحطة، لكن المحطة ينقصها فلاتر تنقية المياه، وقد يهدد العوينات بانقطاع مياه الشرب في أي لحظة، ما يجعل الأمر المائي في المنطقة في خطر، ما يستوجب على الجهات المعنية دق ناقوس الخطر وإلاء توفير الفلاتر أهمية أكبر.